مفهوم خاطئ إنه إذا قللنا من الوجبات ممكن هيدا الشيء يساعدنا على حرق الدهون. بالحلقة الصحية الأسبوعية الشيف وباستشارة أخصائية التغذية رح يعرفنا على وجبات صحية شهية ممكن تساعدكم على حرق الدهون. الشحوم يا شيف؟ حرق الشحوم ما تخفيف الشحوم من الجسم لنحكي. بتعرفي الوجبات الصحيه هي اللي بتساعدنا نخسر شحوم من جسمنا اكيد، بس نخفف ناكل شحوم بطريقه معينه، كل ما نخفف الشحوم نكتر المواد اللي بتعلينا الميتابوليزم، وبنفس الوقت هي هلا اكيد الدهون الحيوانيه اللي مخفف اكثر بكثير، فينا نضلنا ناخذ شويه زيت زيتون كانولا اويل الى اخره، بس لازم نكتر بنفس الوقت من تاني ميله النخاله الشوفان الاشياء العاليه كثير بالفايبرز لنضلنا نحس حالنا شبعانين ليصير جسمنا يستهلك المواد الموجوده الدهون بجسم. الموجوده بجسمنا بس ما فينا نقطع الدهون، يعني لازم نضلنا ناخذ شويه دهن بس لأنه الدهون منيحه لازم ناخذ مثل زيت زيتون افوكادو الى اخره، نبعد عن الدهون الحيوانيه يعني لحمه مدهنه نوقفها، اشياء مقليه اشياء مقليه بنوقفها، حتى الزبده والسمنه بخليها ما بعرف، لا ناجتس منيحه للصحه اذا بدك فيكي ساعه اللي بدك تاخذي ناجتس. اوكي وهلا حنبلش باول طبق اللي حكون له بطاطا لنا فاصوليا قمح نخالة عن جديد شويه حار شويه ثوم شويه بصل فلفل بنعطيها نكهه طيبه، عم نعمل برجر بس بالخضار. اوكي البرجر الخضار كثير مشهور صار بالعالم خاصه الاشخاص اللي بيتبعوا حميه غذائيه فيجيتيريان ما نباتيه بالاجمال، فمنها كثير هلا مثل ما نلاحظ صارت سرعه اجمالا بدنا نعتبرها قناعه بدنا نعتبرها سرعه اشخاص في عندك اشخاص مقتنعين انه يكون نباتيه احسن قد ايه عندهم شجاعه يعني واراده انه اخذوا هالقرار هو هيدا. الدراسات بتاكد انه اللي عملوا نظام غذائي نباتي صحتهم احسن من اللي بياكل لحمه محلات كثير معينه بس اكيد اللي بياكل لحمه بيبقى جسمه اقوى يمكن يعني شايف انه مره بالاسبوع لحمه حمراء ماشي الحال مره بالاسبوع اللي كان يموت الجوع كل يوم لازم لحمه حمراء هلا حنقطع البطاطا نحطها بال يعني اليوم يا شيف اليوم فينا نقول هيدي الحلقه هي حلم وصار حقيقه